جيدو نقول باللي هو اللي كوني كرجل بمعنى الكلمة. أنا كنت الدرجة السابعة تاع اليابان وهي الوحيدة تاع الكودوكان، الوحيدة تاني في إفريقيا تاع كودوكان درجة السابعة. وقيت 30 سنة في الدرجة السابعة إلى حرست هذا الاتحاد الدولي كرمني بالدرجة الثامنة وهي سابقة في هذا البلد، وهذا يشرفني كثير ويفرحني لأني جات مع عيد الاستقلال. الجيدو هو اللي مكنني باش ندير أصدقاء في العالم كله، أصدقاء بديانات مختلفة ولغات مختلفة، ومكنني باش نزور العالم بإسره في كل القارات.